طهرت النفساء في الأربعين ثم رأت الدم بعد الأربعين أو استمر الدم معها إلى 50 يوما، فما الحكم عليها إذا كملت الأربعين والدم باقي أن تغتسل، لأن نهاية النفاس 40 على الصحيح. فإذا تمت الأربعين عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وتتحفظ بقطن ونحو من هذه الدماء، ويكون الدم فاسدا بعد ذلك من الدماء الفاسدة. فإذا انقطع ثم عاد وصادف وقت العادة، وقت العادة الحيض اللي تعرفها، جلست الحيض، عادة الحيض جلست الحيض وصار حيضا غير نفاس. أما هذا الدم المتصل الذي اتصل بها فهو دم فساد، تحفظ من القطن ونحوه وتغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها في هذا الدم الزائد على 40، لأن النفاس مدته 40 كما جاء عن أبي سلمة، هذا هو الصحيح.